القاتلة المجرمة دنيا بكما. شي واحد عيط لي من الخليج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور الدبلوماسي رشيد العمارتي كان قال بأن دنيا باطمة قتلات جوج الرواح، جوج البنات، ولكن ما قالناش شكون هما. اليوم غادي يقولنا وحدة فيهم شكون هي. واحد من المغرب، وهذا نعطي أشياء للسلطات، السلطات المغربية اللي مازال ما تخرجتش. كتسولني على قضية شكون قتلت؟ وئام الدحماني. كلكم كتعرفوا الممثلة والمغنية وئام الدحماني اللي توفات في 2018، وكانوا قالوا بأنها توفات إما عن طريق الانتحار، وكاين اللي قال عن طريق سكتة قلبية، ولكن الحقيقة هي بانت اليوم. راه النفس عزيزة على الله الروح. وئام الدحماني في دبي، وبنت أخرى في البحرين. ها انتم سمعتوا، بنت أخرى في البحرين، يعني هذه دابا راه قاتل متسلسل، داكشي ديال الأفلام الأمريكية، أفلام ديال هوليوود، قاتل متسلسل. الدافع شنو هو؟ واش الغيرة؟ واش الفن؟ واش الجمال؟ واش يعني بزاف، يعني كما قلنا البارح، هادشي خصو فتح تحقيق. ما عندكمش الخبار ديالها؟ راه عندكم الخبار، عندكم التواصى، وهذوك المجمع القضاة اللي كيتلاقاو في كل فجر سيدي عثمان، داك المحل ديال الرياضة، ديال الويل، ديال الشؤم، اللي كيتقاسموا ويخبعوا ويرقدوا الملفات ديال الفساد ويقسموا الفريزات ديال الفلوس، داك الشيء كله حنا عندنا الخبار ديالو، كنشوفوه بعينينا، كنشوفوه بالساتيليت. إلا ما عندكمش الخبار، كنعرفوا الحيثيات، شكون اللي دخل وشكون اللي ما دخلش، وشكون اللي شارك، وشكون اللي خد الفلوس، شكون اللي جاب الفلوس، منين جات الفلوس. هذه واحد. والشاف الكبير حتى هو غادي نجبدوا داك الشيء نهار الاثنين. واش خلوا بنت شمكاره هكذا كاسا كتلعب على السلطات المغربيه، وكتلعب على الشخصيات اللي دار معها شي حاجه، اللي كيسالها شي حاجه من الحقوق ديالها، يعني ديال الفساد، هذه تأدي لها. كلكم وتمشيو كلكم امام القضاء المغربي ونساليو من هذا الشيء كله. وكندخلوا حتى حنايا في ديبرسيون. هنا ما غادي نشوفوا هاد الشيء قالته مباشره قبل ما توفى، قبل ما تموت. شوفوا شنو قالت، واش كتعبر على شي حاجه أولا كتدل على شي حاجة أنها أقبلت على الانتحار. غنشوف بزاف وكنتأثروا، وشحال من فنان كيفكر في الانتحار، وشحال من فنان كيبغي يهرب من كل شيء، شحال من فنان كيبغي يوقف المجال، شحال من فنان كيعتزل، شحال، وهذا من الانتقاد طبيعي جدا. فعلا هادشي أي واحد كيحس به كإنسان، أي واحد عنده ضغوطات، أي واحد عنده كيعاني من مشاكل في الحياة، حد الآن هادشي نورمال. أكذب عليك لو قلت لك ما فكرش في الانتحار، طبعا أكيد راودتني الفكرة مليون ألف مرة. فعلا راودتها الفكرة، ولكن ما كيعنيش أنها أقدمت على الانتحار. ممكن تجيك الفكرة ولكن ما تقدرش تديرها، وحنا غنشوف. وهذا شيء طبيعي، الضغوطات النفسية من الأهل، من الأصدقاء، من الجمهور، مرات كيكون كلام كيأثر فيك بزاف لدرجة أنك تقولي اش كندير انا، ولا علاش كيديروا لي بحال هكا، علاش كيسبوني بهذه الطريقه، شو اللي درتو انا. مرات كتشوفي داك اللبس وداك التخبط ديال الجمهور بين فنانه اجنبيه عفوا كيقدروها ويحترموها وهي ولا شيء، وبين وحده بنت بلدهم او عربيه وهي كتجتهد وكتحاول وكيحطموها، هذا بحد ذاته راه جنون. هو فعلا عندنا هذا المشكل صراحه، لان بعض المغاربه ماشي كلشي كيحكموا على الفنان او الفنانه بانها خارجه على الطريق بسبب لباسها، بسبب التعري ديالها، او بسبب بحال هكايا، ولكن ما كنعرفوش التحرش. كيقول لك دامك انت كتلبسي اذا انت سلعه رخيصه، كيف انا مدامني كنلبس انا سلعه رخيصه؟ اكسكيوز مي، انا انسانه، انا انثى، من حقي نلبس، من حقي نلبس شيء اللي يليق على جسمي ونطلع مفاتني، انثى انا، كيف ما نلبسش، كيف ما نكونش اب تو ديت مع الفاشن؟ لا حيت انت كتلبسي اذا انت كتقلبي على شي حاجه خايبه، اذا انت خارجه للطريق، كيف؟ لا طبعا، اذا انت كتعرضي جسمك، اذا انت ساقطه عفوا، اذا لا طبعا لا مش هكا. هذا الشيء كيتعرض له اي واحد فعلا اللي تيكون تيلبس هذا النوع ديال اللباس، لاننا حنا في دوله مسلمه والاسلام كيفرض على
على المرأة الحجاب وبالتالي كتعرض لهاد الضغوطات بحال هاد الشكل هذا. ولكن هاد الشيء هذا واش هو اللي أدى بها الانتحار؟ احنا مازال غنسمعوا التصريح ديالها في فيديو آخر من بعد هذا مباشرة. طبعا ضغوط نفسية خطيرة جدا، لكن دائما كنتراجع الحمد لله رب العالمين. انت وما هنا صرحات بشكل مباشر انها كتراجع وما كتفكرش في الانتحار لحد الان مازال. وما عمري ما فكرت نمشي عند دكتور نفسي ابدا. ليش؟ علاش انا ما كتفكرش تمشي عند دكتور نفسي؟ لانها عندها شخصيه قويه، يعني ما تخليهاش تقدم على شي حاجه ماشي هي هذيك. ان الدكاتره النفسيين هذاك لفي باش ندخل ونجلس عند الدكتور النفسي، هذاك بحد ذاته مرض كيخليك تعيش الحاله. صحيح. ما انا دكتور نفسي لنفسي، عرفتي؟ دكتوره نفسيه لنفسي. انت مازال كتاكد بان هي دكتوره نفسها بنفسها، مما يدل على انها عندها شخصيه قويه وما غاديش يمكنش تنتحر، وبالتالي الموت ديالها فيه نظر. نجلس مع راسي عندك هذيك لا بيريود ديال ساعه او ساعتين بكاء وصراخ ونحيب، لكن بعدين صافي خلاص كنتراجع كنقول انا شنو قاسه كندير، غير نشوف نفسي في المرايه نقول يا اخي وئام انت بغيتي تقتلي راسك، طب ليش انت في زهره شبابك؟ ليش واي يا اخي؟ سوري يعني طز في المشاكل، طز في المناغصات الحياه، طز في كل شيء. انت عندك وئام عايشه معاها 34 سنه، هذا الشخص هذا اللي انت سهرتي عليه باش توصليه اللي هو فيه، يعني عندها 34 سنه، هذه هي السنه اللي كانت توفات فيها النيت فعلا، يعني كانت هي عندها 34 سنه حاليا. انك تعبتي تحملتي صبرتي، هذا الشخص هذه اللي ثقفتيها دخلتيها الجامعه ودرست، هذا الشخص اللي تحمل سب الناس فجاه في لحظه غتقتليها؟ نو اوف كورس نوت. في النهايه هذا الروح مش ملكي، ملك لرب العالمين. اللي كيقول هذه الهضره هذه لان الروح ماشي ملكي، ملك لله، ملك ديال الله سبحانه وتعالى، واش غيمكن له ينتحر؟ ما كنظنش. اللي كينتحر ما تيفكرش في هذه المسائل هذه، ما كيعرفش بان الانتحار حرام، ما تيفكرش بان الانتحار كيؤدي لجهنم خالدين فيها. يعني ما كان يعني الموت ديالها خصو تحقيق. انا ما كنتهم حتى شي واحد خلاص، انا كنهضروا على حسب المعطيات اللي كاينه واللي عندنا حاليا. نسمعوا التصريح ديالها الثاني اللي كياكد انها ما يمكنلهاش تنتحر. واش انت يا عبد الله قبل اسبوعين ضاربه هذا البوتوكس في الوجه وخاسره الزباب هاد الفلوس باش مشيت نتاحري؟ سمعتوا؟ ممكن خسرات الفلوس على راسها تجميل كذا الحوايج الملابس وتمشي تنتحر؟ ما يمكنش، مستحيل. يعني المساله فيها غيره، فيها حسابات، فيها بزاف د الحوايج. ربما كما قلنا في البدايه الفيديو كاين جمال، كاين كذا، كاين كذا، ربما كاين اعمال، كاين خدمه كثيره اكثر من الاخر، او بحال هذا الشكل هكا. يعني المهم حنا ما نتهموا حتى شي واحد لحد الان، حنا كان فقط خص العداله هي اللي دير خدمتها. شاريه هاد الملابس هادي كلها وخارجه شوبينغ ومسافره وكتمشي تنتحري؟ شي ميساجات كيجيوني ان وئام حنا كنحبوك، وئام حنا كذا كذا. هنا في كاين المشكل، كان يعني كما قال الدكتور رشيد العمارتي مازال عنده دواس اخرين، مازال عنده ادله اخرين، ومازال غادي يجبدهم. وفاش غادي يجبدهم؟ راه حنا غادي نوصلهم للمتابعين ديالنا الكرام. بقوا معنا دائما في هذه القناه هذه، تنشكركم بزاف. الى اللقاء في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.